النظام الإداري والقانوني، كل الدولة بالمادة 5 السيادة للقانون. شنو هاي السوالف؟ هاي السوالف مو قانونية، ما نقبل بها. أما نقول احنا دولة مؤسسات تطبق الدستور والقانون، أو نقول لا والله احنا دولة تفسيرات ومزاجات مثل ما ذكر ضيفك، وبالتالي نترك القانون وباقي الأمور على جنب ونملي ما تمليه علينا مصلحتنا السياسية. هذا اليوم صار دكتور، هسه أنت عندك 6 أشخاص مخولين ورؤساء وحدات، 6 بدون أوامر إدارية. البدون أوامر هاي مو مزاجية؟ اليوم البدون أوامر إدارية أنا ما عندي مشكلة به، المنتخب من مجلس القضاء والمجلس الناحية، بس المنتخب نعم هو تحول إلى تصريف أعمال، أكو فراغ تشريعي، صلاحيات مجالس المحافظة بالمادة 7 وردت على سبيل الحصر، محافظ، نائبي، أصحاب المناصب العليا في المحافظة، المدراء العامون. نرجع للمادة 8، حدد الصلاحيات مجلس القضاء بانتخاب القائم مقام ورئيس الوحدة الإدارية، حتى حددت إقالته وإعفائه. الإعفاء يتم من قبل الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس القضاء أو الناحية. وبالنسبة للإقالة اشترطت أنه تقديم طلب من ثلث أعضاء مجلس القضاء أو بناء على طلب المحافظ في حال أحد الأسباب المذكورة بالمادة 7 اللي هي التسبب في الهدر المالي أو في حال عدم توافر الشروط، وليس من بينها يعني استناد إلى قرار صادر من مجلس الدولة. دكتور مصدق عادل الخبير القانوني يقول ما جرى اليوم في مجالس كله غير دستوري وانقلاب على الدستور وقانون المحافظات.